حضرتك القيمه التسويقيه لاعلى لاعب في الدوري المصري، لاعلى لاعب في الدوري موجود في النادي الاهلي اسمه حسين الشحات. هو من أسوأ، طبعا الجمهور الاهلي هيزعل من كلامي، هو من أسوأ صفقات الاهلي هذا الموسم. حسين الشحات لم يقدم المردود المنتظر منه مع الاهلي حتى الان. عشان نبقى واضحين، حسين لعب مع الاهلي ماتش واحد انا افتكره في ماتش الوداد في العوده في القاهره لما جاب جون بشكل جميل. غير كده حسين مش مقنع، والدليل ان حسين دلوقتي بقى على الدكه، والدليل ان حسين بيواجه حاله من الهجوم والانتقادات الرهيبه من جماهير النادي الاهلي. ده وضع طبيعي، محدش يقدر يتكلم او يتجمل في حاجه زي دي. فالموضوع واضح جدا ان في ازمه، في ازمه في النادي الاهلي على مستوى الكره الجميله. يعني لكن يعني موسيماني دبس النادي الاهلي خالص. حسين الشحات جه قبل موسيماني. طب ما ليه؟ حسين صنيع السوشيال ميديا. طيب حسين كان لاعب جيد جدا في المقاصه، لاعب جيد جدا في العين الاماراتي، في وقت ان النادي الاهلي كان بيعاني من ضرب في الصفقات، وكان الاهلي عنده ازمه بعد رحيل كارتيرون في 2017، فاضطر النادي الاهلي بدا يعمل صفقات من عيار التقيل. حسين كان احسن الموجودين في وقتها، لكن الرقم كان مبالغ فيه، اما يوصل صفقه 150 مليون جنيه. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصل على الارقام التاليه. الفا قنوات الاسره العربيه.